اهلا بحضراتكم في اخر او الفقره قبل الاخيره في الحلقه اللادي، وهي مع الاستاذ ابو بكر خلاف المتخصص في الشان الصهيوني. اهلا بك ابو بكر. اهلا بيك استاذ محمد. ايه حضرتك مش مبسوط ولا ايه؟ انا ليه يعني حاسس ان انت يعني انت زهقان كده؟ لا انا بس رقبتي علقت. لا استاذ محمد ده يعني جيت اروح كده رقبتي ما جاتش معايا. انت علقتوني الجاكيت. لا بس انا عايز ابارك لو باكر وبارك معانا لو باكر ربنا رزقه بمحمد. عشان الف مبروك محمد في البيت ومحمد في الشغل. الف مبروك يا ابو بكر. الله يبارك فيك. والله مبروك. الله يبارك ان شاء الله يتربى في عزك ان شاء الله. معلم عبري برضه بحس ان يعني اجيال ورا اجيال. عبري؟ يكمل بقى ان شاء الله باذن الله. ده اساس ان انتوا عيله عطارين يعني فهتكملوا التجاره يعني ما ممكن يتعلم الواد هندسه ممكن يلعب كوره. ليه تفسدوا؟ يعني ليه تفسده؟ ما تسيبه يتعلم اي حاجه تانية. شو طريقه؟ ممكن يبقى طيار. طيب على كل حال خلينا مع العبري. مبروك وان شاء الله يتربى في عزك. الله يخليك استاذ محمد. شكرا. ويا رب يا رب يبقى مثلا قدومه الخير عليك يا رب. ان شاء الله. قولي اول حاجه معنا نتنياهو بيهنئ. واحنا كنا الاول جبنا يعني من برضه من اصدقاء برنامج الجمال في الانبوكس، لقيت الفكره اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده بتاعت المحافظ وخناقته مع ابن السيسي. كان ليها لينا برضو زميل تاني لينا بعت لنا قصة في محافظة سوهاج لشخص يدعى طلعت الزيات، هو المدير الإداري بمحافظة طلعت الزيات دوت، مدير الشؤون المالية والإدارية في محافظة سوهاج. انت بتسلم واحد على الهواء دلوقتي على فكرة. ايوه ما هو الراجل ده اشترى بقى في حاجة اسمها صفقة عبارات. الراجل الطيب ده ليه طبعا اطلاع مع اللواءات والجنرالات وجابوا 38 طلعت الزيات اسمه كده دوت في محافظة السوهاج مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية 38 عبارة لنقل المواطنين من دفع من شرق النيل لغرب النيل. دي طبعا موجودة في الصعيد كله. ده شراهم من المحافظة يعني ولا شراهم من هو؟ اشتراهم من المحافظة. للمحافظة بسعر 40 مليون جنيه وبقاله بتزكية من هيئة قناة السويس. لكن فوجئوا من بعد أقل من شهر من عمل العبارات أو العبارتين تم تجربهم إن هم غير صالحين للاستخدام وتم تعطيلهم يعني، واتهموا عم فتحي هو احد العاملين على هذه العبارات بان هو اللي تسبب في العطل ده. لا انت معلش انت هو الراجل ده طلعت الزيات ده بيشتغل مدير اداره الشؤون الماليه والاداريه بمحافظه سوهاج ودي صورته. ايوه الراجل ده اشترى للمحافظه 38 عباره تنقل المواطنين من الشرق الغرب. الغرب ايوه. الواحده منهم بكام يا فندم؟ ب 40 مليون. هي صورتها. لا انت بتهزر يعني انت عايز تقنعني العباره دي ب 40 مليون؟ ايوه والله هو كده 40 مليون. لا يا جدع اسمعني بس 40 مليون الرقم. كلهم دي عباره يعني عباره عن صاج بيتندى. يعني صاج ما فيهوش حاجه يعني ده ب 40 مليون الواحده؟ 40 مليون وما اشتغلتش بايظه. 38 في 40 كام؟ اخر مره كانوا في ابتدائي كانت ما كانتش يعني ما اعرفش ممكن تكون اتغيرت. ممكن 40 في 40 بحوالي 16 مليون مثلا. لا 16 من 38. 38 مليون في 38 عباره في 40 مليون تبقى 16 مليون. 40 في 40 بكام؟ ب 1600 مثلا؟ ما اعرفش انا انت بتسالني انا؟ مش عارف ممكن مليون حوالي يعني مليون ونص. مليون ايه يا عم بنتكلم في 40 مليار مليار ونص مليار مليار ونص مليار ونص مليار ونص في شويه صفيح يعني ده صفيح على فكره ده اللي قدامي ده صفيح وما هي صفقه كبيره جدا طبعا مع اللواءات. طيب وبعدين في الاخر بقى قلت لي انها جت باوامر الشراء بتزكيه من هيئه قناه السويس اللي اقرت بصحيه العبارات دي ان هي لنقل المواطنين. والمعبره اللي جايبينها دي موجوده في منطقه ساقولتا يعني ما بين ساقولتا طهطا لساقولتا. ومن لما هي باظت حطوها في حته اسمها الخزندريه زي قريه كده وقت مشوانين في المكان اللي هي مركونه فيه بعد ما انعطوا. قلت في واحد اسمه عم فتحي. عم فتحي ده السواق بتاعها راح مشايلين القضيه ان هو سوء استخدام للعباره والتي جعلها ايه ما مش عارفه هي دي العباره اللي باظت اللي في الصوره دي. الصوره دي وهي شغاله كانت كملتش كام اسبوع وبعد كده في صوره تانية ليها وهي كانت بعد ما ركنوها بقى. مركونه في صوره تانية يا شباب لان ما تركت هي نفسها بس من غير الناس غير الشباب اللي موجودين جواها يعني نفس العباره. طيب يعني ال 38 عباره واحده منهم ركنت في الخزندريه والخزندريه. احنا برضه معانا ملف تاني في سوهاج هنجيبه ان شاء الله الحلقه الجايه في برضه فساد في يا جماعه دي بلاغه عن واحد اسمه طلعت الزيات مدير اداره الشؤون الماليه والاداريه ومحافظ على فكره برضه المديرين وسكرتير المحافظ الناس دي غالبا بس ممكن يكون الراجل ده على خلاف معاه وبيبلغ عنه بيتغيروش.
لا ممكن يكون له حق الرد، هو راجل جايب وجايب بمعلومات يعني له حق الرد. لو في حد من محافظ سوهاج يقول لنا الراجل ده كويس. طيب يا جماعه احنا نسيب حق الرد لمحافظ سوهاج او لمحافظ سوهاج وللسيد طلعت الزيات عشان ما نتهمش الراجل اتهامات ربما تكون ضغينه شخصيه خلاف شخصي، فممكن يكون ده وده، والروايه لا ما تتاخدش من جانب واحد لكن تتاخد من جانبين. طيب نروح بقى للصحافه الثانيه. في الصحافه العبريه معانا فيديو لنتنياهو بيهنئ بضخ الغاز لمصر على الصفحه الرسميه لوزاره الخارجيه وعلى اكونته الشخصي، وبيصفه باليوم التاريخي، وكان برضه بيدعو السيسي للدخول في التحالف لمواجهه اطماع تركيا في البحر المتوسط. بس نشوف الجزء من الفيديو. نشوف كده الفيديو ده كده يا شباب. ישראל, משום שישראל הופכת במהירות למעצמה אנרגטית, למדינה שמייצאת אנרגיה. אנחנו פתחנו לפני ימים אחדים את שדה הגז בלוויתן, וזה מביא לנו תפוקות כבירות, אבל עם הייצוא שמתאפשר דרך הצינור הזה, אנחנו נוכל לתת הכנסות של מאות מיליארדי שקלים לאזרחי ישראל, לרווחתם, לבריאות, לצעירים ולקשישים. לכולם, זה דבר, התפתחות יוצאת מן הכלל. ישראל הייתה תמיד... بيقولي بقى الأستاذ. بقول اليوم هو يوم تاريخي، أعلن فيه أن بداية عمل ضخ الغاز من حقول الغاز الإسرائيلية إلى الأردن ومصر. هذا الضخ سوف يجلب على بلادنا المليارات، مئات المليارات زي ما قال. هذه الدولارات سوف تخصص لرفاهية الإسرائيليين ولصحتهم، للأطفال وللشيوخ. كانت إسرائيل دوما دولة منعزلة، أصبح هذا الاتفاق جعلنا الآن نتشابك ونتشارك مع المنطقة، وبيهنئ طبعا مصر. الاتفاق على إيه؟ يعني هم إيه؟ هو هنا كان في حدثين، الحدث دوت اللي هو اتفاق الأبرص واليونان وإسرائيل على مد غاز لمد خط غاز لأوروبا، وبمنطلق هذا الاتفاق ستصبح إسرائيل قوة عظمى في موضوع ضخ الغاز للشرق الأوسط. ده الحدث الأول. الحدث الثاني هو الإعلان رسميا عن بدء تشغيل الغاز لمصر، يعني ضخ الغاز لمصر. طيب بس خلينا في الأولاني بقى بتاع أبرس وإسرائيل واليونان، إنهم بقوا متحالف سوا هيمدوا غاز لأوروبا. تمام. الخبير المصري محمود وهبة بيسأل السؤال اللي بيسألوا العاقلين محمد هنيدي وكريم عبد العزيز، الناس العاقلة، فين مصر في الموضوع ده؟ مش مصر كانت رايحة جاية مع أبرس واليونان والاتفاق وتحديد الحدود؟ بيسأل الراجل سؤال لمحمد هنيدي وكريم عبد العزيز وعمر أديب وكل حمار مش فاهم، فين مصر في اللي جبنا جون؟ مش السيسي رجع قال لكم يا محمد يا هنيدي جبنا جون في الاتفاق بتاع أبرس واليونان؟ حلو قوي، ادي اسرائيل مع أبرس واليونان بيتفقوا على تصدير الغاز لاوروبا، مصر فين بقى في الليله دي؟ نسمع بقى يا محمد يا هنيدي، مش محمد ناصر ولا نسمع اي حد، نسمعش لاي حد يا هنيدي، ها اسمع لواحد متخصص محمود وهبه بيقول لك مصر فين في الليله دي. بيقول ايه بقى محمود وهبه؟ بقانون امريكي استبعاد مصر من المركز الاقليمي لغاز الشرق المتوسط، خرجت مصر من المولد بلا حمص بعد ان نشرت كما يحدث نشرت في المولد. مصر في وادي واسرائيل واليونان وأبرس وامريكا في وادي اخر. المركز الاقليمي لغاز الشرق الاوسط يشمل اسرائيل واليونان وأبرس اللي شفناهم في الفيديو، ولا يشمل مصر. قد تبدو الصوره ادناه لدبلوماسية ولكن وراءها دور ومجهود أمريكي مكثف وفي غاية الأهمية. أخرجت مصر مما سمي بالمركز الإقليمي لغاز المتوسط بقانون أمريكي تحت تشريع وبخطوات عملية، ويشمل القانون من بعض ما يشمل شجع على التعاون بين الثلاث دول فقط في مجال الغاز، ووعد بالحماية وخاصة حماية من تركيا، وعد بالمساعدة في إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز من إسرائيل لأبرس ثم لأوروبا، وعد ببناء معمل تسييل. استبعد مصر بعدم ذكرها أو التفاوض معها أو إشراكة أو حتى زيارتها، وعد التمويل أمريكي وتسهيله من جهات أخرى. وحتى ما يكونش موضوع كلام محمود وهبة ده كلام مجرد كلام، ستدفع أمريكا 3 مليارات دولار لليونان وغالبا ضعف الرقم ده لإسرائيل، ويتم هذا بقانون قدمت لجنة العلاقات الخارجية وأهم داعمي إسرائيل السناتور بوب مانديز رئيس اللجنة، وبدأت عمليا بزيارات ومفاوضات من مانديز ده وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس وبومبيو وزير الخارجية الأمريكي وغيرهم من إدارة ترامب، واجتماعه مع الثلاثة دول بدون مصر. ها
هل سمعت عن زيارة واحد من دول لمصر لعرض موضوع غاز متوسط؟ بيسألك رد يا هنيدي، بالطبع لا، لأن مصر استخدمت وانتهت زي المناديل الورق. وهذا بقى جايب لك الراجل عشان ما يبقاش بيهوهو في الكلام وخلاص، هذا نص مسودة المشروع من موقع الكونجرس الأمريكي نفسه، والذي يتم فعلا تطبيقه قبل إصداره لأنه سيصدر بالتأكيد. اضغط على اللينك ده يا كريم عبد العزيز اقراه. وفعلا تم منذ يومين التوقيع على اتفاقية اللي بيقول عليها أبو بكر خلاف لبناء خطوط التوزيع تحت البحر من إسرائيل إلى أوروبا. ده اللي بيقول الأستاذ محمود وهبة عشان بس المشهد الفيديو اللي جابه إلى أوروبا خلاص. وتم عادي اللينك هو بيقول لك اللي هتضغط على اللينك ده هتشوف الاتفاق. الدول الثلاثة أخذوا اللي عايزينه من مصر ودورها انتهى، ولجأوا لأمريكا لإكمال المشروع، أو لجأت لهم أمريكا طاعة للوبي الإسرائيلي. قاموا بتنويم مصر في العسل حتى يحصلوا منها على ما طمعوا به. قبرص واليونان أخذت حدود المياه في الإقليمية الاقتصادية المصرية بالتساهل المصري. وتصور السيسي وكاتب الرئيس، أنا مش بعترف به، أنه جاب جون كبير قوي، وتصور نتنياهو أن هذا عيد، فجاء العيد بجون في مصر. إسرائيل وضعت يدها على حقوق غاز مصرية ومصر لم تعترض. الكلام ده لإبراهيم عيسى، الكلام ده لكل واحد حمار مش فاهم إيه اللي حصل في غاز المتوسط. يا حمار فوق الدول الثلاثة خالت خلاص وسابت مصر. احنا معنا كمان لقطة تانية في نفس الموضوع اللي هي بتاعت هم دلوقتي خدوا مصر معاهم في حاجة لتمويل هذا الخط. يعني هو في خبر كان جاي بأن هما نتنياهو بيدعو السيسي للمشاركة في التمويل لخط الغاز ده. يعني انت مش غازك وانت مستهلك بتاخد من اسرائيل. اهو الخبر، اهو بيقول بقى الخبر. احرق بريشات ايطاليا، يعني بعد انسحاب ايطاليا كان المفروض ان الاتفاق ده يخش في ايطاليا. لكن طبعا مع الكلام بقى بتاع تركيا والضغط والكلام ده انسحبت منهم. خرجت ايطاليا من التحالف، بقي قبرص واليونان واسرائيل. فهم طبعا عايزين الموضوع دوت 7 مليار دولار. فجينا نتنياهو قال لهم ايه، طب انا اتصل بالسيسي ممكن يساهم معانا ماليا في مد خط الغاز، لكن مش حقول ولا بتاعتنا ولا ناخد منه فلوس. يعني نحلبه. النظام حلب. فهو قال الخط هنا كاتبين نتنياهو هزمين اتمت سرايم ليستريف، يعني نتنياهو دعا مصر للمشاركة في مشروع الانبوب. بس وكتب هنا في السطر الاول ان الخط ده 1900 كيلومتر تحت البحر و7 مليار دولار. وقال كده، واللي انا كاتب عليه العامل عليه بالخط ده كلام مهم جدا لازم الناس تسمعه. ايه بقى؟ لاسرائيل يشعنيان لحزك اتاشلتون هنخحي بكهير. لاسرائيل مصلحة كبرى في دعم هذا النظام القائم في مصر، والعلاقات الاستراتيجية بين الدول، لأن مصر يعني هناك مصلحة كبيرة جدا لبقاء النظام الحالي حتى تبقى إسرائيل مهيمنة على الغاز في البحر المتوسط. شكرا. هو ده رقم 4؟ ده 4 اللي هو معلومات. لا غير أهم شخصية. لا هات لي معلومات عن خط الغاز. هو ده اللي هو خبر نتنياهو يؤكد دعمه رسميا للنظام السياسي. يا اخي انا ما اعرفش معاك ورقه تانية ولا لا. معلومات عن خط الغاز الجديد موجود، انا جبته بالعربي من مونت كارلو. الغاز لاسرائيلي نحو اوروبا، دي ايه بقى مونت كارلو العربي؟ مونت كارلو الدولي عشان نبقى الناس. وخط انابيب الغاز ايست ميد البالغ طوله 1872 كيلومتر سينتج نقل سيتيح نقل ما بين 9 الى 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطات البحريه لحوض شرق المتوسط، قباله قبرص واسرائيل الى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب أو غاز اللي اسمه بوسيديون أو آي جي بي أو آي جي بي. وبحسب الخبير الإسرائيلي إيفانوم هم بيقولوا الوقت هم يعني ده لا يتعلق بمنافسة مع الطاقة الروسية، إن الأمر يتعلق كذا بالخط أنابيب الغاز الصافي، وبالتالي لا يوجد سبب لأن ينظر إليه باعتباره تغييرا جيوسياسيا في منطقة أو سوق الطاقة الأوروبية وتحالف. ويعد خلينا نكمل. يعد مشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط إيست ميد إلى يعود يعني إلى عام 13 عندما سجلت شركة ديبا الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي هذا المشروع على قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي، ما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية. وتقدر تكلفة المشروع الذي يصل إلى إيطاليا
ب 6 مليار يورو. مصر مش برضه الموضوع ده من 2013 يعني تلاقي كل المؤامرات ماشيه في 2013 مصر خارج التخطيط. بس قصدي مصر مش في الموضوع خالص, مش في الموضوع, مش في الموضوع خالص. طيب اهو ادي ايدي كوهين بيقول, ايدي كوهين بيقول شكرا رئيس السيسي على دعم الاقتصاد الاسرائيلي ب 15 مليار دولار, قلت لكم السيسي صهيوني اكتر مني. في برضه تغريده تانية, دي كلها ناس محللين اسرائيليين فرحانين بموضوع بدء ضخ الغاز. ده جوكيب بريز بيقول المهم ان صفقه الغاز ماشيه حلاوه وبقيمه 10 مليار دولار امريكي تقبضه من فلوس السيسي اللي زي الرز ومحدش يعرف يوقف. مين اللي كاتب الكلام ده؟ ده اسمه جوكيب بريز. هو اللي كاتب حلاوه؟ هم عندهم ناس بيكتبوا عربي زي ايدي, ده بيعرف عربي برضه. صحيح بيعرف عربي, مصري خالص. وبقيمه 10 مليار دولار من تقبضهم من فلوس السيسي اللي زي الرز ومحدش يعرف يوقف الصفقه لمدتها 25 سنه. هو اللي كاتب الكلام ده؟ ابن بريز, ابن شيمون بريز؟ لا مش ابن شيمون بريز, هو اسمه يعقوب بريز. طيب يعني شمتانين فينا يعني. شماته كبيره جدا. طيب ادي اهتمام اسرائيلي اهو بمخطوطات فرعونيه مكتشفه. فينا طبعا خبر اسرائيل اليوم بتختار السيسي كاهم الشخصيات بالشرق الاوسط. طبعا هم قالوا الراجل ده هات ده والنبي الله يخليك اهم واحد عند الصهاينه. مين ده؟ لا هات بتاع هو ده. ده بقى ايه بقى؟ عتكفاشي على الطب ايش يعني؟ بيقول ايه منهجيه عشور شيلها مزرعه تخون افضل او اكبر قاده في الشرق الاوسط خلال العشر سنوات من 2000 ل 2010 اللي هم جو السيسي وسليماني واردوغان وبكر البغدادي. هم قالوا في التقرير الاقوى والاكبر لاسرائيل هو كان وصول السيسي للحكم. تغيرت الامور تماما وقضى على الخطر المتمثل في الاخوان المسلمين او في الديمقراطيه في مصر يعني. طيب معلش, اهتمام اسرائيلي بمخطوطات فرعونيه مكتشفه حديثا تتحدث عن الاخره. ده طبعا مخطوط تم يعني اكتشافه حديثا بيتكلم عن الحياه الاخره, وان الحياه دي كانت في العصر التوحيدي من قبل حتى ظهور المسيح. فهم جابوا كان مهتمين جدا بالمخطوطه ديت. ادي المخطوطه بتاعها بتصور يعني الحياه الاخره في يعني ايه علاقتهم بالموضوع؟ لا هما كل الحاجات دي بتنشر على مصر القديمة. لا هما المخطوطة دي عندهم هما يعني؟ لا هي ظهرت في مصر بس هما بيتكلموا عن ديانات التوحيدية في مصر القديمة. يعني مهتمين بالشفاد الأسرية وبيحللوها كويس جدا. لا طب معلش برضو حخام يفسر قصة يوسف وبأنه أكبر من صنع الختان. ايه بقى القصة دي؟ في طبعا في رواية لقصة سيدنا يوسف. هو في أحد الحخامات قبل يومين كان منزل مقالة طويلة جدا وبيعمل فيها زي تفسير سياسي. ده الخبر دوت بيقول فيه ان هو يعني يوسف ده اللي هو بيعتبروه ان هو يهودي, هو كان ابن اسحاق ويعقوب. هو كان في مصر, جاله كانت مصر في الوقت دوت الاكبر والاكثر قيمه تاريخيه, وهي كانت تسيطر على الشرق المتوسط, وكان هو الراجل اللي يعتبر يهودي الشخصيه الثانيه في الدوله. وكان مقرب جدا من الفرعون, لكن هو اكبر المصريين كلهم على الختان, وكان العالم كله بيشعر بمجاعه وجاء الناس اليه. وهو يعني بيبين هنا ان هو يهودي الذي حل مشاكل العالم. عايز يفسر برضو الجانب التاريخي بالجانب يعني خدمه المصالح اليهوديه. طب و16 بنفس القصه المخططات الاسريه اليهوديه المزوره تجاره رائجه بالدول العربيه. طبعا يعني المخطوطات, الموضوع المخطوطات دي ده احد المخطوطات اللي انا شفتها بايديا عينتها. اللي هو ايه ده؟ ده مش مخطوط, ده اثار يهوديه انا دعيت لاشوفها في احد البلاد. وبعدين ده ايه ده؟ مين اللي عامله ده؟ ده مخطوط وجد في اليمن. يقال ان هو مخطوط اثري. ازاي اثري؟ قصته ايه بقى؟ ان في دلوقتي في تجاره رائجه لصناعه مخطوطات مقلده على انها يعني اثار يهوديه قديمه. فبعد ما انا شفت الموضوع دوت الراجل اللي خد بتاع ده, لقيت حد بيكلمني في التليفون من امريكا بيقول لي انا اشتريت المخطوط اللي انت شفته ب 400,000 دولار. ده هو مجموعه كتب, 5 كتب زي كده. فانا قلت له ليه انت استعجلت وازاي تعمل حاجه زي كده؟ قال لي ان الراجل اللي انت شفت عنده الحاجه ديت قال ان ابو بكر شافها. قلت له ما ينفعش ان انت تتصرف بالطريقه دي. قال ابو بكر متخصص في العبري وانا بتابع برنامجك. فانا حبيت ان انا احذر الناس ان في حاجه زي كده كتيره جدا مزوره ومقلده. هو انا عجبني حاجتين يعني عجبني ان الراجل اعتبرك خبير في الاثار, والحاجه الثانيه ان ده برنامجك ما شاء الله. لا مش الفقره العبري. لا والله ده مش بفكر. وانت عمال تتمدد الحقيقه, وانت عامل زي الصهاينه اللي انت بتدرسهم بالظبط, ياخدوا الصباع تدي له صباعك ودراعك. لا فقره ان شاء الله انه يشوفك 3 ايام في الاسبوع وبعد كده الاسبوع كله.
لا بجد بس ده فعلا يعود الى تاريخ قديم. لا ده وقت مقلد ده تعبان. وانا جبت بقى موضوع بكامل عن الموضوع اصل شبهه يعني بيتم تقليده. انا اللي لاحظته في ايه الكلام العبري موجود فيه ملوش معنى يعني طار حاطين حروف جنب بعض فانت بتشوفه طبعا فبتحس وعامل قديم وعامل جو وبتاع وشويه تراب والكلام ده بس اقصد الناس بتبقى مغفلين كتير. وبعدين الموضوع ان انت النجمه السداسيه دي اللي احنا شايفينها دي على فكره ما تدلش على القدم لان دي النجمه السداسيه والشمعدان دي كلها تم الترويج ليها بعد قيام الدوله يعني بعد سنه 48. فبقول للناس اللي هي بتقع في التغفيل ان هي بقى مغفل عشان شفت دي برضو من ضمن الحاجات اللي لقيتها الكتب والمخططات بتتحدث عن الكابالا والطلاسم دي رساله واتساب من الراجل اللي بيبيع كانت مشهوره موقع اسرائيلي بيحذروا الناس من الاثار الموجوده والاغلب الحاجات دي بتصنع في الامارات يعني حتى الامارات دلوقتي شغاله على الكوبي رايت بتاع تقليد الاثار. لكن مش كان في تقليد ايه ما هو بس بقى الراحه يعني مثلا انا عايزين نوضح حاجه ده مش تقليد ده واحد ضارب اثار اصل يعني في فرق يكون واحد الصين ماسكه في اصل اسمه ايفون فالصين تعمل ايفون فالصين قلدت نموذج ده مش تقليد يعني هل في كتاب بالشكل ده من 2000 3000 سنه هو بيقولوا في المفروض ان في وثائق عبريه مخطوطات لا هو ياخد يعمل ايه معلش شكل الكتاب شكل الكتاب ده اكيد ما هو كان زمان الناس بتكتب على جلد ايوه بس شكل الكتاب بس المفروض العادة اللي اول واحد اللي الراجل بيشوفه اللي هو كتاب شكل كتاب أيوه. ده لم يظهر في العصر الحديث ده بعد 1000 سنه مثلا انا اول حاجه عرفتها من الغلاف انا قلت له الغلاف ده اصلا عباره عن خشب مضغوط ده الخشب مضغوط ده لسه ظاهر ما كانش في زمان فكره الغلاف يعني افهم يا ابو بكر في تاريخ الكتاب وده كتاب صادر عن عالم المعرفه في سلسله عالم المعرفه عن تاريخ الكتاب ما كانش في زمان فكره كتاب له غلاف بقى ما فيش القصه دي صح. على فكره يعني دي من ضمن الحاجات اللي احنا كاتبينها في التوعيه هم قال لنا في البحث الاسرائيلي ان من ضمن الحاجات اللي اخذوها ان ما فيش حاجه اسمها غلاف ما فيش حاجه اسمها كتاب اسمه القديم كله ما كانش فيه غلاف اصلا مش على طول على الكتاب بنفس يعني انت داخل الراجل داخل في الموضوع كده من غير ما تاخد هو بقى. قالوا برضه في النصايح اللي هي الاثار المضروبه ما فيش غلاف اصلا كلها في الامارات بتتضرب قالوا ان الامارات مركز لضرب هذه المخطوطات يعني دفع 400,000 دولار في ده والله طب مش كنا احنا اولى بالترلمنم ده اتصلوا يا هرم طيب خلينا ناخد 11 برضه عشان الوقت بيجري تل ابيب فرحه حذره لمقتل قاسم سليماني ومقاطع لتمجيد ترامب ايه بقى المقطع ده كده مع بعض كده ده ايه ده يا هو ده عرض اصلا بس منزلين عليه راس ترامب يعني ده موجود يعني دي اغنيه اسرائيليه مشهوره بيتكلموا فيها انت بطل اسرائيل انت اللي عليك العين انت اللي ضربت الاعداء يعني حاجه زي كده فهم ده تمجيد لترامب بس لابسين عرب هم واخدين اللقطه من فيلم هندي وحاطين وش ترامب هي الرقصه وركبين عليها اغنيه لتمجيد ترامب يعني بعد موضوع قاسم سليماني يعنينا قوي ان قاسم سليماني يعنينا طبعا موضوع قاسم سليماني ان هم كانوا كل الوقت مش عايزين امريكا تصعد في موضوع مواجهه ايران لان ده بينقلب على مصالح اسرائيليه ايوه لان طيب. هم شايفين ان امريكا بعيده كقاره أيوة. لكن كل الضرب بيجي على اسرائيل فهم في فرح حذر ان الراجل ده يعتبر عدو ليهم ولم تصرح باي لا صرحوا رسمي الو يعني نتنياهو قال انه يبارك الخطوات الامريكيه مع الخطوات الامريكيه بكل ما فيها يعني حتى ممكن نلاقي هنا ندعم الخطوات الامريكيه اللي هو رقم 13 وانا مترجمه موجوده الترجمه بتاعتها بيقول ندعم الخطوات الامريكيه في كل ما تتخذ للقيام بعمليات عسكريه في الدول العربيه لكن العربية. لم يحدد اهو لم يحدد الراجل كل منطقه هيجي وتقع في احداث ولسه ما طلعش مراته ولا ايه؟ لا لسه ما هم عندهم لما بيطلعوا مراتهم بيدفعوا فلوس كتير اللي حسب بقى برضه اتفاق يعني تعاقد عندهم مؤخر صداقه والحاجات دي اظن في غرامات برضه يعني بتبقى كبيره بس هو يعني لابسها يعني مش عارف يخرج منها الولايه جايبه له فضائح بس كاتمه الاسرار يعني طيب محلل اسرائيلي اخر حاجه بقى يتوقع تحالف امريكي اسرائيلي للقيام بعمليات داخل الدول ده عموس جلعاد طبعا اللواء ده مشهور جدا هناك وهو 40 سنه خبره في اروقه المخابرات والموساد والتقى الطنطاوي والتقى السيسي وده اللي قاله في المحاضره دي كانت من اسبوع ايوه اتكلم فيها عن مصر بشكل كويس جدا انا عايز اجيب القطعه دي نسمعه كده نسمعه فيديو مع بعض كوخ فاغنر ذا بيزنس شل كوخ ايمتو
افילו لو ريتي ودات ايفل شيتا مش بسكين نفجئوا هو هنا طبعا اتكلم على قدام حاجه كويسه جدا عن الرئيس مرسي. قال ان الرئيس مرسي لما دخل القوات المصريه في سيناء بحجه محاربه الارهاب وداعش كان في الوقت دوت يرغب في الخروج من معاهده السلام اللي بتقيد الجيش المصري وعايز يعطي يتنصل من معاهده السلام. لكن السيسي لما عمل كده هو بالفعل عايز يحمي اسرائيل من جانب اللي هو شكرا الموضوع ده. فهو قال ان احنا كنا متخوفين جدا من فتره مرسي ولما وافقنا بدخول القوات المصريه اثناء حكم الرئيس مرسي كنا متخوفين لكان نيته بالفعل ان هو يدخل القوات المصريه الكامل سيناء ومع الوقت يخرج من التزامه بمعاهده السلام. في حاجه تاني برضو قالها على احنا لسنا ليس لدينا سفاره في مصر وليس لدينا سفاره كمكان ولكن لدينا كنز كبير جدا متمثل في السيسي وتعاون غير مسبوق في الجانب الامني وهو دوت اللي بيطمننا على المستقبل الاسرائيلي في المنطقه. طب وحكايه العمليات العسكريه داخل الدول العربيه؟ هو هنا كان بيتكلم على ان في مراجعه مع الدول العربيه نفسها اللي بيقول حتى طيارات بطيار او بدون طيار بتدخل الى سيناء وبتضرب في العمق فده بترتيب جدا مع الحكومات القائمة. والخطر الذي يواجه إسرائيل حاليا ليس من الدول أو الأنظمة القائمة وإنما من الجماعات المسلحة فهو ده بيمثل له الخطر الرئيسي. فده طبعا دلالة على الدعم الكامل بتلقاه من السيسي طبعا وإنه هو يعتبر الكنز الاستراتيجي لهم. الأستاذ أبو بكر خلاف الصحفي المتخصص في شأن الصهيوني بشكرك جدا وأكرر مرة تهنئتي على وصول محمد ولدي بقى المحصول أي حاجة يعني. طب مشكورك جدا على كل حال يعني بشكر الاستاذ ابو بكر خلاف استنى بره فعلا بفعلا بنبارككم جدا 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 وعايز اقول لكم الحلقه خلصت كده الى ان اراكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده ومصر النهارده تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير. جاي ليك بمد ايدي عشان تقومي ياللي انت اسمك بنوري لم أفتح ألاقي ليلك راح وعدى والزرع اللي ظهر في مصر بكرة كان أصله طار